رغم كل الملاحظات المعلنة حول قانونية الخطوة وحول التوقيت الغريب لخصخصة الهاتف الخلوي، أعلن اليوم عن أنها ستنطلق في الأول من شباط 2008. فيما كل التركيز السياسي والإعلامي منصب على استحقاق الرئاسي، ورغم الملاحظات الكثيفة حول قانونية الخطوة، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادي في مؤتمر صحفي مشترك في البيال إطلاق المزايدة العالمية لخصخصة الهاتف الخلوي. حايك أوضح أن تقديم الطلبات يبدأ في الأول من شباط 2008، والمزايدة تجرى في 21 منه على أن تكون مفتوحة وعلانية عبر وسائل الإعلام، وإذ لم يوضح لماذا بدأت الخصخصة بقطاع مربح وتغاضت عن القطاعات المفلسة للخزينة العامة مثل الكهرباء، حدد أهداف الخصخصة بأربعة. هو إدخال المنافسة للقطاع. بدون المنافسة بنوقع باحتكار القطاع الخاص مثل قبلا. هو إطفاء جزء من الدين العام، عم تمتص فوائده اليوم معظم إيرادات الدولة من القطاع. هو تفعيل نمو الأسواق المالية بلبنان عن طريق طرح أسهم الشركات المخصصة للإكتتاب العام على بورصة بيروت. هو خلق فرص عمل جديدة عن طريق نمو القطاع وتشجيع نشوء شركات متخصصة بتكنولوجيات الاتصالات اللاسلكية الحديثة تيستفيد لبنان من إمكانيات شبابه. أما شحادي فقال إن خدمات الخلوي باتت مصدر شكوى للمواطنين نتيجة غياب التنافسية، لذا كان لابد من الالتفات نحو تحرير مجمل هذا القطاع كمرحلة أولى على درب خلق المنافسة العادلة. أولا، ما في شركات إلا أفضلية على غيرها بهالمزايدة. واحد. اثنين، ما حدا ولا وزير ولا مسؤول ولا صحافي ولا هيئة ولا مجلس أعلى بيعرف شو رح تكون نتيجة هالمزايدة من هلأ. ما حدا رح يعرف إلا لآخر ثانية من المزايدة، لمن يبقى شركة هي اللي تكون عطت أعلى عرض. شحادي وحايك أكدا أنه في إمكان المشاركين في المزايدة تقديم عرض لكل من الشركتين القائمتين، لكن لا يحق لأي شركة أن تفوز بالشركتين معا وإن قدمت أفضل عرض، إشارة إلى أن أكثر من جهة نيابية تستعد لمساءلة الحكومة القائمة حول خطوتها، خصوصا وسط الكلام عن أن الفائزين بالمناقصات المذكورة سيكونون معروفين سلفا في غياب السلطة المتوازنة المطلوبة لرعاية عملية الخصخصة.